فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: تزوجت قبل سنوات ثم تبين لي أن زوجتي تاركة للصلاة، فهل يجب علي أن أطلقها الآن؟ إذا كان أنها يوم تزوجها وهي ما تصلي فالعقد غير صحيح، العقد غير صحيح، لكن هذا لازم يرجع فيه إلى القاضي. العقود يرجع فيها إلى المحاكم تنظر فيها. نعم، انتهى يا شيخ. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.